توفي الفنان والمطرب المصري القدير ماهر العطار منذ قليل في المستشفى وسط حزن كبير من أسرته والنجوم. توفي المطرب المصري القدير ماهر العطار منذ قليل عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية دخل على إسرها إحدى المستشفيات في مصر. ونشر المستشار القانوني فهد العطار ابن شقيق الفنان الراحل عبر صفحته على موقع فيسبوك مجموعة من الصور التي تجمعه مع عمه، مودعا المطرب الراحل بكلمات مؤثرة. وقال فهد العطار: وداعا يا غالي، انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي وأبي الثاني المطرب ماهر العطار. السلام أمانة لأبي عمي، إن لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. وداعا عميد عائلة الفن والعطارين برجاء الدعاء. وكان ابن شقيق الفنان الراحل قد أعلن منذ أيام أن الفنان يمر بوعكة صحية حرجة دخل على إسرها العناية المركزة في إحدى المستشفيات في القاهرة، وذلك بعد تدخل نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي الذين استجاب لمناشدته وتم نقله إلى المستشفى. ماهر العطار من مواليد عام 1938، وشارك بعدد من أفلام الزمن الجميل في ستينيات القرن الماضي، أبرزها احترس من الحب مع زبيدة ثروت، والنغم الحزين مع سامية جمال، وبنات بحرية مع عبد السلام النابلسي، وزينات صدقية، وله العديد من الأغاني الشهيرة أبرزها افرش منديلك على الرملة، بلغوة، وقاضي الغرام، وظلمته مرة واحدة،